فطر المحارة وفطر المشروم عبارة عن مادة غذائية غنية بالمعادن والفيتامينات والألياف. خطر تبالي ازرع فطر المشروم او المحار، طبعا جبت بذورة من الخارج وحسيت انه المنطقة بحاجة لهيك مشروع يكون غني، وكمان بنصح انا كل اللي بيعانوا من امراض وارتفاع كوليسترول وشحوم ودهون انه يتغذوا بديل اللحم النباتي. خطرت ببالي الفكرة اني اجيب بذور وازرع طبعا كانت الفكرة كتير جديدة بالنسبة للمنطقة اللي احنا عايشين فيها، ونقص حار بهيك شغلات يعني افكار حلوة. وانا بتمنى فيما بعد اني الاقي شخص داعم لمشروعي، وحس نوع المشروع يعني نوعا ما كثير ناجح. طبعا بلشنا بالقطفه الثالثه وكمان كانت قطفه مستمره الحمد لله. العينات اللي انا جبتها والبذور جبتها وزرعتها كانت بحاجه لشوي اهتمام كثير، يعني تعقيم نسبه تكون عاليه، اول فتره زراعه كانت بحاجه لتعقيم، وطبعا بعد 18 يوم ل 20 يوم بلش عندي الاسمار، واسمارة طبعا بين الاسمار وبين فترة التحطيم طبعا بيختلف من رطوبة واضاءة. وطبعا المنطقة بحاجة لهيك مشاريع فريدة ومنيحة بتغني المنطقة. طبعا مثل هلا منطقة كوباني بحاجة لأقل شيء 3 هكتار بيكونوا عها نجيل كبيرة.